مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. الصحافة تتحدث عن قائد يمني في شرطة نيويورك. خلاف بين فنانة فرنسية ومتابعيها والسبب جمع تبرعات لليمن. ومن أخبارنا المنوعة، ضبط إيطالي ادعى العمى لمدة 5 سنوات. طرد الحوثيون أسرة في صنعاء، أخرجوها إلى الشارع دون أن يتدخل أحد. فمن هي تلك الأسرة؟ يعلق موقع المصدر أونلاين، ميليشيا الحوثي تطرد أسرة الأكاديمي أحمد الدغشي من شقته السكنية في حرم جامعة صنعاء. وأفاد الأكاديمي أحمد محمد الدغشي أستاذ الفكر التربوي بجامعة صنعاء أن ميليشيا الحوثي طردت أسرته من شقته في سكن الأكاديميين بحرم جامعة صنعاء. وقال الدغشي في بلاغ نشره على صفحته في فيسبوك إن الحوثيين المغتصبين لإدارة جامعة صنعاء لم يكتفوا بملاحقة الأكاديميين المختلفين معهم فكريا وسياسيا، واقتحام المنازل بعضهم واختطاف من تمكنوا من اختطافه، حتى عادوا فانتقموا منهم وأخرجوا من يسكن منهم في السكن الجامعي قسرا تحت التهديد والوعيد. وأضاف الدغشي الحوثيون أخرجوا حتى أولئك الزملاء الذين لم يعلنوا ولاءهم صراحة للحوثي وأضحوا وأسرهم في العراء خلافا لقانون الجامعة اليمنية. وأشار الدغشي إلى أن ميليشيا الحوثي أمعنت في ممارسة سياسة التمييز العنصري معه شخصيا، حتى بلغ الأمر إلى إيذائه في أبنائه وبناته الملتحقين بالجامعة أو في مدرسة آزال التابعة لها. هناك طفلان يمنيان، أحدهما اسمه هاني طومر وآخر اسمه وضاح أنور، عاشا في نفس البلاد، لكن أحدهما توجه إلى الجبهة ولم تعد منه غير جثة هامدة حولها الحوثيون إلى اسم مدرسة، وما زال الحزن يخيم على أسرته. أما وضاح فقد اتجه إلى كرة القدم وتمكن من نشر السعادة في كل منزل يمني. عبد العالم بجاش قارن بين رحلة الأول والثاني، وقال في مقال نشره المشاهد نت: النموذج الذي دأبت جماعة الحوثي على صناعته وترويجه هو نموذج هاني طومر، وهو مثال لطفل مجند مع الجماعة قتل في إحدى المعارك، وحولته وسائل إعلامها إلى أسطورة حربية، ورفعت لافتات تحمل صورته مرتديا بدلة عسكرية برتبة مقدم وعبارة الشهيد المجاهد المقدم هاني محسن صلاح عروي طومر أبو الفضل، ما يعني أن نموذج حارس المرمى وضاح أنور الذي كان السبب الرئيس في النصر الكروي والثمين لبلاده وشعبه هو نموذج غير مرغوب في واقع الأمر لدى الحوثيين، ويعيد تصويب أذهان الأطفال وتركيزهم نحو الرياضة وكرة القدم والدراسة والأندية الرياضية، في وقت لا ترى الجماعة في المدرسة والنادي الرياضي سوى مراكز استقطاب وتجمعات لتجنيد الأطفال. ما يستعرض نشاط جماعة الحوثي منذ نشأتها وطوال سنوات الحرب يجد جماعة تركز على تنشئة الصغار تنشئة حربية، جماعة تسعى لخلق نموذج الطفل طومر وتحويله إلى رمز تاريخي، جعلها تعيد تسمية مدرسة نشوان الحميري في صنعاء القديمة وتطلق عليها مدرسة هاني طومر. إن الرغبة في محو اسم رمز تاريخي قومي بالنسبة لليمن وإحلال اسم طفل مجند تنطلق من الرغبة نفسها في تحويل الهوية اليمنية إلى الهوية الإيمانية، استغلالاً للدين لطمس الشخصية الاعتبارية لليمن كأمة وشعب ودولة وتاريخ. إن طبيعة تكوين جماعة كالحوثيين ليست على وفاق مع المدرسة، ولا تحب كرة القدم كرياضة يعشقها صغار. التدريب على القنص وحمل السلاح والقيام بمهمات قتالية هو ثقافة لدى الحوثيين يحرصون على تنميتها لدى الصغار. السياق الطبيعي لحياة طفل كهاني طومر كان أن يكمل تعليمه، أن يحمل دفاتره وأقلامه إلى المدرسة ويلعب الكرة مع أقرانه الأطفال، وربما كان ليكون حارس مرمى جيدا أفضل من طفل مجند قتيل، وأن يعيش حياته كطفل وأن يكبر ليذهب إلى الجامعة ويتخرج فيها طبيبا أو مهندسا أو أي شيء آخر،
ربما كان ليكون حارس مرمى بدل جثة تم تحويله إلى حارس مقبرة الصراع ذي الطبيعة العنصرية الساعية لفرض نظام الحكم العنصري السلالي على الشعب اليمني. عنوان بارز في موقع الحرة تحدث عن قصة يمني هاجر إلى أمريكا، وعلق الموقع: قائد يمني في شرطة نيويورك، وقد تحدثت عنه الكثير من المواقع الإخبارية، وجاء في التفاصيل المنشورة أن الشاب تم اختياره كواحد من أكثر الأمريكيين نفوذا وإلهاما في كتاب أمريكا أرض المهاجرين. لم تكن أحلام الطفل جميل صالح عتيق الطاهر تختلف عن أحلام أي طفل يمني. جميل ولد في أسرة متواضعة في قرية المعاينة بمديرية رداع في محافظة البيضاء، لم يكن يعلم أن القدر سيأخذه لأبعد من أحلام صبي بعمر الثالثة حين انتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة ليصبح بعدها قائدا لشرطة نيويورك. يعد جميل الطاهري أول مسؤول شرطة مسلم يحضر دروس أكاديمية FBI الوطنية، وانضم جميل إلى قسم البحث واستمر في الترقية حتى أصبح مسؤولا أول ثم قائدا في إدارة شرطة نيويورك ومسؤولا تنفيذيا في منطقة 23 هارلم الشرقية في مانهاتن، وهو المؤسس المشارك لجمعية الضباط المسلمين في نيويورك، كما أنه أول يمني وعربي يصل لهذا المنصب في نيويورك. يقول جميل في تصريحات سابقة: كان والدي يشجعني وأنا طفل صغير ويقول لي: أتمنى يا جميل أن تصبح رئيسا لليمن، وأنا منذ صغري كنت وما زلت أزرع حب اليمن في قلبي، وكنت أتمنى لو تتاح لي الفرصة بالتقاعد هنا في أمريكا لأعود إلى اليمن لأخدم بلدي الأم، لكن كل هذا بمشيئة الله، ولا أحد يعلم ما الدور الذي سيقوم به في المستقبل. الإمارات عبارة صنع في فرنسا ضمن جرائم حرب باليمن. تحت هذا العنوان كتبت ليا رامسامي مقالا تحليليا، ترجم المقال لصالح قناة بلقيس، وجاء في بعض فقراته المنشورة في صحيفة لاكورا: إنها شراكة استراتيجية أقوى من أي وقت مضى. بهذه الكلمات رحبت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي في 3 ديسمبر ببيع 12 طائرة هيليكوبتر عسكرية من طراز كراكال إيرباص و80 طائرة مقاتلة من طراز رافال داسو للإمارات العربية المتحدة خلال الجولة المكوكية القصيرة لإيمانويل ماكرون في شبه الجزيرة العربية. تدخلت الإمارات منذ عام 2015 إلى جانب المملكة العربية السعودية في الصراع في اليمن الذي أودى بحياة أكثر من 377 ألف شخص. في 3 سبتمبر 2019 دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي للتنديد بجرائم الحرب، ودعت الدول إلى الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع. انسحبت الإمارات من اليمن منذ فبراير 2020، لكنها ما زالت تتدخل بشكل غير مباشر من خلال التمويل والمرتزقة. لذلك هل يمكن اعتبار فرنسا شريكة في الجرائم المرتكبة في اليمن؟ هذا هو السؤال الذي يحاول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومرصد التسلح الإجابة عليه. على مدى السنوات العشر الماضية كانت الدول الخليجية الصغيرة خامس أكبر عميل للمعدات العسكرية لفرنسا التي التزمت مع ذلك في إطار معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة بحظر أي بيع أو تصدير أسلحة عندما تدرك أنه يمكن استخدامه لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى البيع المباشر للمعدات العسكرية، استفادت صناعة الدفاع الإماراتية من عمليات نقل التكنولوجيا الفرنسية. بالنسبة لتوني فورتن وهو باحث في مرصد التسلح، فإن عمليات نقل التكنولوجيا هذه قد مكنت الإمارات العربية المتحدة من أن تصبح مستقلة في تصنيع الأسلحة، وقد ساعد في التحضير للحرب في اليمن. الإمارات العربية المتحدة ليست الزبون الوحيد لفرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وهكذا تجد باريس نفسها منخرطة في مسارح نزاع أخرى، ليبيا، ولديها العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع الأنظمة الاستبدادية مثل مصر.
في جولتنا الخاصة بين الصحف الفرنسية نطالع تقريرا ترجم لصالح قناة بلقيس من موقع بوبليك الفرنسي، والذي علق: المغنية فانيسا بارادايس تدعو للتبرع من أجل اليمن. وقال الموقع إن الفنانة فانيسا بارادايس أرادت أن تقوم بمبادرة جيدة من خلال استخدام اسمها في إعلان يتم بثه ورعايته على الانستغرام، ويسلط الضوء على سوء تغذية الأطفال في اليمن. فانيسا بارادايس فنانة ملتزمة منذ عام 96، كانت هي المساندة لجمعية ريف التي تساعد الأطفال المرضى من خلال تحقيق أحلامهم. تشعر فانيسا بارادايس وهي أم لابنة تدعى ليلي روز وابنها جاك بقلق بالغ عندما يتعلق الأمر بمساعدة الأطفال، وهو السبب الذي قررت من أجله المشاركة في حملة إعلانية لمساعدة أطفال اليمن. في مقطع فيديو تم بثه ورعايته على الانستغرام، ألقت فانيسا بارادايس خطابا مؤثرا بدأته: مرحبا، أنا فانيسا بارادايس ولدي شيء مهم جدا لأخبركم به. في اليمن الناس يتضورون جوعا، والطعام باهظ الثمن لدرجة أن بعض العائلات اضطرت إلى أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة. ثم ذكرت الحالة الحرجة للأطفال: تعاني الفتيات الصغيرات والأولاد الصغار كثيرا من سوء التغذية لدرجة أنهم لا يملكون القوة حتى للبكاء. معا يمكننا إنهاء هذه المعاناة وهذا الوضع الذي لا يطاق. وأضافت: يمكن لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تقديم المزيد من الوجبات، لكنهم يحتاجون إلى دعمكم المتكرر. لا يستغرق التبرع سوى دقيقة واحدة، وتلك الدقيقة يمكن أن تنقذ حياة شخص ما. لكن من الواضح أن دعوتها للتبرعات لم تقابل بالإجماع، فقد كانت بعض تعليقات مستخدمي الإنترنت المكتوبة أسفل منشورها على الإنستغرام قاسية، حيث سألوا فانيسا على سبيل المثال: عما إذا كانت قد قدمت تبرعا؟ مدام فانيسا بارادايس، تبرع واحد منك يمكن أن يطعم البلد بأكمله، فلتبدأ هي بالتبرع بالملايين ثم سنرى. أتساءل كيف يشاهد هؤلاء الفنانون الذين يتلقون أجورا خيالية أنفسهم في المرآة كل صباح، يقول أحد المتابعين: وأنت يا فانيسا كم ستمنحينهم؟ عليك فقط أن تتبرعي براتبك لإنقاذ العالم. جدلوا دعاوى الحرب والسلام في اليمن. تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين مقالها المنشور في العربي الجديد، وجاء فيه: مرت 7 سنوات من الحرب ولم تتغير منطلقات الفريقين اليمنيين ودعواهما في معاركهما الموسمية عن أفضل الطرق للخروج من مأزق الحرب والصراع الذي يعيشه البلد. فبينما ينطلق فريق من أن نقطة البدء هي وقف الحرب لأسباب تتعلق بالنزيف البشري المستمر وضياع بوصلة المقاتلين ضد الحوثي، ما يعني أن استمرار الحرب لن يغير حقيقة غلبة الحوثي العسكرية. بينما الطرف المقابل لا يزال متمسكاً بمنطقه بضرورة توازن القوى، فيما يعني كسر قوة الحوثية العسكرية المتغلبة على الرغم من 7 سنوات من اقتتال داخلي وخارجي. لكلا الحالتين منطقها السياسي ودعاتها الانتهازيون والصادقون، فمنطق وقف الحرب يستند إلى منطق لا تخطئه عين، وهو حقيقة أن هذا النزيف البشري وكلفة الحرب الإنسانية باهظة بشكل لا يحتمل، خصوصا أنها لم تعد تحرز أي تقدم عسكري يصب في صالح نظرية التوازن العسكري، بل إن ضعف قيادة الطرف غير الحوثي وتصارع مكوناته غير ارتهانه للخارج يجعلان من استمرار الحرب مصلحة تستفيد منها الميليشيات المزدهرة، بالتحديد الحوثي الذي يجد في الحرب غطاء ذهبيا لمنح الشرعية وعذرا لإساءة استخدام السلطة وتدهور معيشة الناس. وبالتالي سنوات الحرب ساعدته في تكريس سلطته وفرض أيديولوجيته، بل ألقت الحرب بعبئها على المجتمع اليمني وسهلت إخضاعها لسلطة الحوثي. نعيش هذه الأيام الذكرى 11 للثورة التونسية، والتي كانت مفتاحاً لما جاء بعدها. فهل مرت الذكرى بصمت؟
موقع البي بي سي يقول إنها لم تمر بصمت، ويعلق: مظاهرات في تونس لإحياء الذكرى 11 لثورة 2011. بهذه المناسبة خرجت مظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة في تونس لرفض قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، ودعت أحزاب ومنظمات تونسية للتظاهر احتجاجا على ما تصفه بانقلاب الرئيس سعيد على الدستور. وردد متظاهرون هتاف الشعب يريد إسقاط الانقلاب في إشارة إلى أنه استحواذ على السلطة. ورفع بعض المتظاهرين لافتات مؤيدة لدستور 2014 الذي قال سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يرغب في تعديله قبل طرحه في استفتاء. في 17 ديسمبر 2010 أشعل بائع متجول يدعى محمد بوعزيزي النار في نفسه بمنطقة سيدي بوزيد لتشتعل انتفاضة استمرت 4 أسابيع أجبرت الرئيس التونسي حينها زين العابدين بن علي على التخلي على السلطة في سيناريو تكرر لاحقا في عدد من الدول العربية. أما صحيفة الغارديان فقد نشرت تقريرا بالذكرى تقول فيه إنه وبرغم المكاسب الكبيرة من الثورة التونسية إلا أن العبء اليومي لارتفاع الأسعار واجتياح الوباء والصراعات بين السياسيين المنفصلين عن الواقع تركت ندوبا دائمة. وتعرج الصحيفة على التطورات التي شهدتها تونس في الأشهر الأخيرة منذ قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان، وتقول بينما يضع سعيد الإصلاح السياسي على قمة أولوياته فإنه لم يقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية التي تعصف بحياة التونسيين بشكل غير مسبوق. وفقا لصحيفة البريطانية فالتراجع الاقتصادي في تونس بدأ قبل وقت طويل من اندلاع الثورة، ومع ذلك على مر السنين منذ ذلك الحين ابتعد السياسيون باستمرار عن مواجهة الأسباب الجذرية لهذا التراجع، وفضلوا بدلا من ذلك التركيز على المشاريع السياسية التي تميز بين أخيار وأشرار، وهو توجه لا يبدو أنه في طريقه للانتهاء. بعد سنوات من تلقي المساعدة المالية من الدولة عقب ادعائه أنه أعمى كليا، الشرطة الإيطالية توقف رجلا بتهمة الاحتيال، وتم إيقافه متلبسا وهو يواجه تهما ثقيلة. يعنون دي دبليو حصل على 170,000 يورو توقيف إيطالي بعد ادعائه العمى. ولكن كيف تم اكتشاف الرجل بعد تلقيه المساعدات طيلة سنوات؟ وفقا للموقع تم ضبطه أثناء تجوله عبر دراجة سكوتر وتسوقه في المتاجر. وانتبهت الشرطة المالية الإيطالية للأمر بعد أن جدد مدعي العمى هذا رخصة قيادته العام 2018. وفاجأته الشرطة بعد أن كانت تراقبه وهو يستعمل هاتفه الخلوي أثناء القيادة ويتأمل واجهات المحال في سوق مزدحمة ويعلم ابنته ركوب الدراجة. وأفادت صحيفة بالريمو توداي أن الرجل 40 عاما كان يتجول عبر سكوتر من دون تأمين، موضحة أنه ملقب ببيرلوسكوني نسبة إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق المتهم بعملية احتيال ضريبي. وكان الرجل معروفا لدى الشرطة بعد أن حكم عليه عام 2020 بالسجن لنحو 15 عاما بسبب انتماء إلى شبكة تقوم بحوادث سير كاذبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من شركات التأمين. وتدرس محكمة استئناف حالية هذه الإدانة، ورغم أنه صاحب مرآب كان المشتبه به يتقاضى الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا المواطنين الأكثر فقرا. نشرت شركة روسكوسموس لقطات من على متن محطة الفضاء الدولية، حيث أجرى رواد الفضاء والسياح اليابانيون مباراة رمزية لتنس الريشة هناك لجذب الاهتمام لنمط الحياة الصحي. متابعوا المقطع المنشور. We'll be right back.
أظهرت صور حشود عسكرية على طرفي الحدود بين روسيا وأوكرانيا، ويأتي ذلك وسط تقارير تفيد بنية روسيا تنفيذ عملية عسكرية مطلع العام المقبل مقابل تهديدات بفرض عقوبات على موسكو في حال تنفيذ ذلك. مجموعة من الصور نشرتها القدس العربي نطالعها في جولتنا التالية. وهناك أيضا مشاهدين مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في آخر جولة من البرنامج. وبهذه الفقرة مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.